قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تجاهل اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعوات وزير خارجية آل سعود لتسليح المعارضة في سوريا، وخرج بيان يدعو جميع الأطراف في سوريا إلى إيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة تقي المنطقة من تطورات خطيرة. وبعد انتهاء الاجتماع وصدور البيان الختامي خال من دعوات التسليح، كشفت وكالة الأنباء السعودية أن الفيصل دعا الاتحاد الأوروبي لتطبيق قرار رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية على ضوء الوقائع الجارية على الأرض، ولم يلقى الفيصل أذنا صاغية، إذ أكد البيان الختامي للاجتماع أن الوزراء أكدوا على الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة في سوريا، ودعوة كل الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، كما تعهدوا ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد المؤتمر الدولي حول سوريا. ولم يجد الفيصل ما يبرر به دعواته لتسليح المعارضة سوى القول إنها تقاتل نظاماً غير شرعي، ليأتي الحديث عن الشرعية مثيراً للسخرية عندما يخرج من شيخ نفطي سمي أميراً بحكم القضاء والقدر وإرادة المستعمر الذي عينه حارساً على النفط ليمنع شعبه من الاقتراب إليه والاستفادة منه. ويشكل موقف وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تراجعاً واضحاً عما اتفقوا عليه قبل أيام خلال اجتماع ما سمي أصدقاء سوريا في الدوحة، والذي تبنى قراراً حول تسليح المعارضة السورية بحجة خلق توازن على الأرض، ولم يتحدث أحد حينها عن الحوار والحل السلمي. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك.